تراكم المعارك بدأ في 27/9/92 واستمر حتى 15/10/92 باشتراك 7000 معتقل في السجون الإسرائيلية. عام 1967 شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بافتتاح العديد من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتجاوزاً وانتهاكاً للقانون الدولي لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتقال العديد من الشخصيات الوطنية والمواطنين الفلسطينيين. السجن في كل العالم هدفه هو احتجاز أي إنسان وإبعاده عن الفعل في الحياة اليومية، لكن السجون في إسرائيل لها غاية أخرى، إفراغ هذا المناضل الفلسطيني من محتواه النضالي. كيف الوصول إلى ذلك؟ تقوم مديرية السجون وجهاز المخابرات الإسرائيلي بوضع شروط حياتية قاسية تؤدي أو تستهدف الأسير الفلسطيني إلى أن يصبح بعد تحرره عالة على مجتمعه، لا أن يكون عنصرا إنسانيا فاعلا في الحياة. معاملة مهينة مدلة حاطة بالكرامة الإنسانية ضد المعتقلين الفلسطينيين. الزيارة أصبحت مشوشة ويغلظ على الناس كثيرا على أهاليهم وعلى المعتقلين أثناء الزيارة. ما قبل 91 لما وصلنا لل 91 كانوا الجانب الإسرائيلي بيحاول كسر اللي هي معنويات المناضلين في داخل السجون بإشغالهم في بعض الشغلات، العمل شوادر الدبابات، تفصيل أواعي ملابس للجيش الدفاع، هاي اللي انتم بتقتلوهم هاي بتعملوهم أواعي. طبعا انت ما تقدر تتمرد على السجان، كان السجان يمسك أي واحد ياخده يذبحوه بالقتل، ما حد يقدر يدافع عنه لأنه كل واحد كان عايش على رأسه. الأسرى منذ أن فتحت السجون الإسرائيلية وجدوا أن الوسيلة الوحيدة الناجحة لاستعادة حقوقهم التي ينزعها عنهم السجان هو الإضراب المفتوح عن الطعام. عندما يلجأ الأسرى الفلسطينيون إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الجماعي يعتبر أن هذه هو السلاح الأخير. خطة الأسرى كانت ترتكز على ثلاثة محاور. المحور الأول هو الحفاظ على البنية العضوية الجسمانية للمعتقل. المرتكز الثاني الحفاظ على السلامة الاجتماعية. المرتكز الثالث هو السلامة العقلية والفكرية. وكان أحد أدوات هذه الخطة هو الإضرابات عن الطعام. بعد 4 أعوام على الانتفاضة بدأ الأسرى يرون أن واقعهم سيستقر لسنوات بهذا الشكل، ولذلك يجب تغيير المعادلة، معادلة الظروف السيئة والقاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. عام 1991 في سجن نفحة حيث دخل إضرابا وحده، وكان عدد الأسرى في سجن نفحة قريب من 300 أسير. إضراب 91 كونه كان إضراب في واقع جزئي من واقع حياة الأسرى، مصلحة السجون تفردت بالإخوة الذين دخلوا إضراب في عام 91. كان هناك نوع من الاستعجال للخوض في الإضراب دون الإعداد الجيد له. هناك كانت محاولة
دعم المفاوض الفلسطيني عبر استخدام الإضرابات في داخل السجون لتقوية موقف المفاوض الفلسطيني في على طاولة التفاوض، ولكن للأسف لم يأتي أكله لا الإضراب ولا نتائجه لدعم المفاوض. وهذا الفشل النسبي في الإضراب فتح شهية مديرية السجون لأن تتطاول، لأن تؤدي إلى هجوم معاكس على الأسرى. أدرك الأسرى بأن الإضرابات في سجون وحدها دون سجون أخرى لن يحقق نجاحا، ويجب أن يكون هناك تكاتف لتشارك كل السجون بكل الفصائل. حقيقة أن هناك سلبيات وهناك إيجابيات. كان من إيجابيات إضراب 91 أنه حمل الأسرى جميعا للاشتراك في إضراب 92، والذي كان له تغيير نوعي ونقلة نوعية لحياة الأسرى داخل السجون، وغير معالم حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال بشكل كامل. استوفينا اللي هي العبر من هذا الإضراب، وصار إجماع وطني بكافة السجون بما فيها جنيد، حسقلان، السبع، النفعة، فيما لو أضربنا لو حتى يوم واحد هن ما أجوا حكوا معانا إحنا مش هنستجيب لأي فك إضراب في هذه اللحظة. معتقلين أنفسهم وهم أقدر الناس على تقدير ذلك وصلوا إلى قناعة أن الاستمرار بهذا الأمر شبه مستحيل، وربما قرأ المعتقلين أيضا الخارطة السياسية وأن هناك مفاوضات قد بدأت يعني في مدريد، ومن المفروض يعني أن تترافق هذه المفاوضات، وليس مبادرات بحسنية بل الحد الأدنى الاحترام لآدمية المعتقلين بصفتهم المقاتلين في الصفوف الأولى. بدأ الإعداد الجدي لإضراب 92 الذي هو إضراب استراتيجي في مصطلح الإضرابات وليس إضرابا تكتيكيا، واستغرق ذلك سنة كاملة. تبادلنا الأفكار مع بعض، تبادلنا الرسائل مع بعض، كوننا فكرة ما هو مسموح وما هو غير مسموح، حطينا سقف لبعض اللي هي المطالب اللي ممكن تتحقق، وبلشنا الاستعداد هذا اليوم حتى نكسر إرادة اللي هو المدير اللي أجاب عن جهية لكسر إرادة اللي هي المناضلين. أثناء وجودي في السجن كنت حريص على أن أدون الكثير مما حصل في السجن من مذكرات سواء الإضراب أو الحياة اليومية، ضمنها تقييمات حول إضراب 92 و 91. هذه هي الرسائل اللي بتم تداولها في أثناء الإعداد للمعركة بيننا وبين جنيد. آلية الدخول، يدخل كل من جنيد ونفعة وعسقلان المعركة منذ يومها الأول ودفعة واحدة، ومن ثم تدخل بقية السجون حسب الترتيب التالي: اليوم الثالث تدخل سجون الخليل زائد جنين، اليوم الرابع تدخل نابلس القديم، السبع المعزولين ونتسان، واليوم الخامس تدخل شطة رام الله وغزة، واليوم السادس تدخل بقية السجون وكفريونا تلمند والمعسكرات الانتفاضة. بعدين سيتم إذاعة بيان اللي هو دخول المعركة عبر صوت القدس، وعند سماع هذا البيان يعني ذلك أن المعركة قد بدأت فعلا. هناك مسؤوليات لسجن جنيد بالتواصل مع سجون الشمال، ولنفحة للتواصل مع سجون الجنوب، سواء عبر نقل الرسائل المخبأة أو المهربة. تكريسا للعشرات السنين اللي في داخل السجون تولدت عندنا الفكرة اللي هي المراسلات الخطية، وكانت هي عبارة عن تنسيق عبر المحامين وعبر اللجان الدولية الصليب الأحمر وعبر المناضلين اللي كانوا بيذهبوا
فالسجون الثاني بالتنقلات العشوائية هو المستشفيات اللي بروح يعالجوا. كنا نوصل عبارة عن رسائل لعملية بلورة موقف موحد. عندما يكون هناك زيارة للمحامين للمعتقلات وينقلون أخبار الأسرى، حتى قبل الإضراب كان هناك معلومات تصل إلى الجمهور بأن الأسرى يعدون لإضراب عن الطعام في الأيام القادمة، وهذا أعطى تنبيها كبيرا للشارع الفلسطيني بأن يكون على أهبة الاستعداد. قررنا الآن الإضراب، تمام؟ يتم إعداد بيان مغتضب، هذا البيان يتم تهريبه إلى الخارج في آخر زيارة، ويتم أيضا إعداد رسالة قصيرة إلى مديرية السجون. وطبعا بنقوم بعملية إخراج ما يتعلق بمقتنيات الغذائية من داخل الغرف، ما بنخلي شيء في داخل الغرف، فبنترك كل شيء برا، جلدنا بنطلع لهم اياه برا، ما عدا الملح فقط بنتركه في داخل الغرف. كانت كما جرت العادة كلما يتم التحضير لإضراب بالذات يأخذ بعد وطني وخارج أسوار المعتقل، كان يتم تهيئة الأجواء خارج المعتقل، وكان يتم تهيئة الحاضنة الشعبية. الأسرى عندما يخوضوا الإضراب المفتوح عن الطعام وهذه المعركة، العنصر الأساسي والمرتكز الرئيسي الذي يعتمد عليه الأسرى في إضرابهم هو الشارع. نجاح أي إضراب داخل المعتقلات الصهيونية يعتمد بالدرجة كبيرة على تحرك الشارع حتى خارج المعتقلات الصهيونية، وهذه مسألة نلمسها اليوم على سبيل المثال. عندما يكون هناك حراكا من قبل الجمهور الفلسطيني تجد التفاعل معه بشكل أكبر على مستوى المنطقة، على مستوى الإقليم، على مستوى الدولي. كان هناك تأثيرا للأسرى ولوحدة الأسرى ولوحدة الحركة الوطنية الأسيرة على المستوى الجماهيري بالخارج. الإعداد الذي تم والرسائل التي أرسلت قبل بدء هذه الخطوة على المستوى الجماهيري وعلى مستوى الفصائل كان ناجحا بشكل كبير، وأدى إلى تفاعل كبير مع الجماهير الفلسطينية في على المستوى الخارجي. الثقة بأن هذه الجماهير ستهب نصرة للأسرى أعطى اطمئنانا لدى الأسرى بأن تخطيطهم وخوضهم هذه الخطوة أساسية. الكنس بتخبط بالأجراس، المساجد بتخطب على المساجين، فهذه كل القوة احنا بنعتمد عليها حتى يجوا ايش يتفاوضوا معنا. خاضوا الإضراب وكان إضراب شامل، وهذه هي المفاجأة التي أربكت الاحتلال. تخبطوا بتصريحاتهم واعتقدوا في البداية أن الإضراب قد يستغرق بضعة أيام ومن ثم ينكسر من داخله، إلا أن المعتقلين فاجأوهم بمستوى الأول وحدة الخطاب لدى القيادات الثلاث، الثاني وحدة المطالب، ثلاثة أن لا تفك هذه الإضرابات إلا بموافقة القيادات الثلاث على ما يتم الاستجابة له من مطالب من قبل الاحتلال. بقيت أجهزة التلفاز عند الأسرى، وهذا أعطى جانبا معنويا كبيرا لدى الأسرى داخل السجون، إنهم اطلعوا على حجم التأييد والمساندة والالتفاف الجماهيري، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة عام
48 أو حتى على المستوى الخارجي كان هناك زخما إعلاميا قويا وزخما جماهيريا وشعبويا كبيرا واكب هذا الإضراب. عندما أنت مضرب عن الطعام تسمع أن هناك من استشهد من أجل أن تحقق مطالب الكرامة لك فإنك تستحي أن تتوقف عن الإضراب قبل أن تحقق هذه المطالب وتنتصر أنت والشهداء الذين سقطوا من أجل أن تكون كريما في السجن. الإضراب هي مش نزهة، مش نزهة إنه يقوم بقوضها، هذه بتنزل آلاف من أجساد المناضلين من التعب والإرهاق وإلى آخره. أغرب ما شاهدته أن إصرار الأسرى المرضى بخوض الإضراب، كان هنا قرار من اللجنة الوطنية بمنعهم من خوض الإضراب إلا أنهم أصروا ودخلوا الإضراب. المهام الموكلة إلى مسؤولي المسؤولين النضاليين في الغرف والمسؤولين النضاليين في الأقسام إعداد تقارير يومية عن سير الإضراب، سواء الناحية الصحية، الناحية المعنوية، الاتصالات، وكان يمنع على أي منسق غرفة أن يتناول أي موضوع يتعلق بالإضراب مع السجانين أو مع ضباط الأمن. إصرار الأسرى على انتزاع حقوقهم، إصرار الأسرى على مواصلة الطريق، قوة القيادة، ثقة الجنود بالقيادة، إيمانهم بأن هذا حق وأن لا عودة، وخوفهم من إضراب 91 ونتائجه. التفاوض أثناء الإضراب مع الإسرائيليين، إذ أن هناك قانونا في الحكومات المتعاقبة الإسرائيلية لا تفاوض مع الأسير وهو مضرب عن الطعام. من ورنا الموقف أنه نظلنا مضربين ومصممين حتى يتم تحقيق لو جزء بسيط من مطالبنا، وبذلك كون نحن انتصرنا على إرادتهم اللي هم بدهم إياه، نفك إضرابنا ونحكي معهم، وظلينا مصرين. حينما تفاعل الشارع الفلسطيني مع الإضراب بصورة كبيرة وتأججت فعاليات الانتفاضة وزاد إصرار الأسرى على مواصلة الإضراب المستمر، هنا قررت الحكومة الإسرائيلية الإعازة لمصلحة السجون بالتفاوض مع قيادات الإضراب داخل السجون وكذلك بوساطات خارجية. نحن لسنا وسطاء في موضوع الإضراب، إذا ما تحدث معنا أحد سوف نكون واضحين، نحن منحازين 100% إلى مطالبكم وسيتم تبنيها والنضال من أجل تحقيقها، ولسنا مفوضين على الإطلاق بالتفاوض مع أي جهة كانت، أنتم أولا وأخيرا أصحاب القرار وليس أي شخص آخر. وعندما ذهبنا بعد استدعانا من قبل الوزير شاحل لمقابلته والحديث، أبلغ بالحرف الواحد نحن لا نفاوض بالنيابة عن، ولكن نحن نتبنى قرار المعتقلين وبالكامل، ونعتقد أن مطالبهم عادلة مشروعة مبررة وإنسانية، ويجب عليكم الانصياع لها والأخذ بها. قوة الحق الفلسطيني عندما أنت تقدم مطالب حياتية، مطالب كرامة، فهنا تراجعت إدارة السجون وبدأت تتواصل مع إدارة الإضراب. وزير الشرطة أعطى أمرا بالتفاوض مع الأسرى وإدخال لجنة شاؤول ليفي التي جاءت للتفاوض مع الأسرى من مكتب رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين. ضغط الجماهيري هو السبب الرئيسي، يعني عمره إدارة السجون ما جت تفاوضنا ولا عندهم استعداد يفاوضنا، لأنه هو مدير السجن كذا جاب عمير كان إنسان يعني زي جاي يعني يقتلنا، بده يقتلنا. فشعرت إدارة السجون أنه هو مش قادر على حل اللي هي مطالب المناضلين في داخل السجون، فشكلوا هذه اللجنة.
أخذتنا أكثر من جولة تفاوضية، حاولنا أن نوصل هذا الأمر إلى المستوى السياسي وإلى الوفد التفاوضي برئاسة الدكتور حيدر، وتم الحديث معه شخصيا حول هذا الموضوع، وتحدث بها الدكتور حيدر وكان داعم بالكامل لمطالب المعتقلين الفلسطينيين. كنا أربعة، الأخ ماهر أبو العوف والأخ أشرف العجرمي والأخ المرحوم أبو مازن أحمد البريم وأنا رابعهم. خرجنا أربعتنا وجلسنا مقابلهم، وإذا بشاول ليفي يقول بالعربية بتكونش تشربونا قهوة، شربونا قهوة واللي علموكوا البخل اليهود. وفي ذلك هي غمز لأن نفك إضرابنا قبل التفاوض. فقلت له أننا نأمل أن نخرج من هنا بعد جلسة التفاوض هذه إلى الأقسام لنتناول يعني العشاء مع بعض مشترك. دخلوا القهوة فقمت بحركة لطيفة تناول كاسات القهوة ووضعتها بعيدا عن كل واحد فينا على نصف الطاولة حوالي نصف متر، وظلت دون أن نلمسها. كنا نتصرف معهم كجنرالات مقابل جنرالات للحقيقة. كان لنا جولة كثير صعبة من المفاوضات في ذلك الوقت مع لجنة شاول ليفي، استمرت حتى يعني ساعات الصباح الأولى إلى أن انتزعنا الموافقة على 26 مطلب بالكامل. تطرق الأبواب بشكل جذري، هي صارت دبة الحيوية. فكانت هذه يعني زي ما تقول كانت فرحة عالمة لانتصارنا على السجان وإدارة السجون في هذه اللحظة. موافقة على مطالبنا في سجن نفحة، وضمن بيان تم صياغته على طاولة التفاوض لتوجيهه إلى أهلنا المعتصمين في مقرات الصليب الأحمر وفي أماكن الاعتصام، ووفق بسرعة لأنهم كانوا يريدون فض الاعتصامات. تكون لحظة فارقة عندما نبلغ من قبل اللجنة الوطنية بأن الإضراب قد حقق الانتصار، وترى الحياة قد بثت فيهم قبل أن يتم يعني يتناولوا أي نوع من الطعام. كانت الابتسامة تعلو شفاهم وهم قادمين، الإرادة والإصرار والعزيمة واضحة في أعينهم وفي أقوالهم. بتقديري نجحنا في أن ننقل لهم نفس الشارع والمواطن الفلسطيني وهذه الهالة الرائعة من التضامن معهم داخل وخارج الوطن. نحن كنا في أيام الإضراب نشعر بأن الانتصار ليس موضوع وقت بل هو موضوع حتمي. انتصر الأسرى في إضرابهم بعد 18 يوماً، وتحققت كافة مطالبهم البالغ عددها 26 مطلباً، وكان من أهمها إغلاق عزل الرملة نهائياً، زيادة مدة الزيارة إلى 45 دقيقة، إدخال الأطفال إلى آبائهم لاحتضانهم، إضافة العديد من القنوات الفضائية عبر التلفاز، توسيع الشراء من الكانتينا. طلبنا أن يأتي وفد من الأهالي لزيارتنا في اليوم الثاني، كان يوم خميس أعتقد، لأن يأتوا لزيارتنا لتبليغهم. فبسرعة وافقوا، وكنا مصرين على أن يتم تنفيذ المطالب التي وفق عليها مباشرة في اليوم التالي. بالنهاية اضطرت موشي شاحل وزير
السجون في حكومة إسرائيل أن ينصاع إلى معظم هذه المطالب وأن يقبل بها وأن يتم الإعلان عن انتصار إرادة المعتقلين بعد أن ناضلوا لأسابيع في خلايا أجسادهم من أجل تحقيق مطالب عادلة مشروعة مبررة وإنسانية. هذه ذكريات لا تنتسى، يعني مع أولادي أنا بشرح لهم إياها، لأن هذه طبعا تاريخ أنا ما بقدر أنسى لا يوم ولا يومين، لأنه أنا من سنة 2000 لما تم تحرير، يعني كان هذا بعتبر يعني يوم ميلادي من جديد، هذا يعتبر ميلادي جديد. هذه في سجن نفحة واخذناها، وهذا هي الغرف، هي السجن، وهي نحن بما فيهم كنا هذه صورناها طبعا قبل الإضراب، وهذه ما بعد الإضراب، بعد الإنجاز اللي هو فتح الغرف اللي تحت، فتحوا الشبابيك، لو بتشوف بنميزه كيف، هي شبابيك طويلة، وهناك شبابيك جيات بالعرض صغيرة، حجمها صغير جدا. كنا نعتبر أن السجن يجب أن يكون مدرسة لتخريج الثوريين، مدرسة لتخريج الإنسان الفلسطيني المقاوم، لا أن يكون مكانا لهدم هذه الروح النضالية.